ناخد من الامارات مباشره الاستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس ابو ظبي الرياضي. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. صباح الخير عليك يا كريم وعلى متابعينك ومشاهدينك، ويا رب ان شاء الله ايامكم كلها حلوه يا رب. يا فندم خلاص الامارات بقت شريكه لافراحنا وسعادتنا بمباريات كبيره في الكره المصريه، تحديدا مباريات الاهلي والزمالك التي تقام كل عام في الامارات. خلاص بقت حاجه وبقت عرف وبقت عاده ان احنا نشوف اكبر فريقين في مصر وفي الوطن العربي موجودين في الامارات. صحيح، وان شاء الله احنا حريصين على استمرارها لسنوات قادمه كثيره باذن الله تعالى. ما في شك اليوم انه محظوظ اي بلد يستضيف كلاسيكو العرب والسوبر العربي الاقدم والاجمل والاكثر جماهيريه واكثر متابعه. بالتاكيد مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم الجمعه القادمه، هل نفذت تذاكر المباراه يا فندم حتى هذه اللحظه؟ والله شوف اولموست نعم، هي تقريبا ان سولد اوت الملعب، بقي بس كميه بسيطه جدا، يمكن حوالي 900 تذكره 1000 تذكره تقريبا المتبقيه، ولكن الملعب ان شاء الله ممتلئ بمحبين الفريقين من كل مكان في الوطن العربي. فانت مثل ما تعرف اليوم الامارات يعيش على ارضها كثير من اخواننا العرب، هم اصحاب بلد، فاكيد ان شعبيه الفريقين الطاقيه الموجوده راح ان شاء الله يكون متواجد من كل الجنسيات ومن كل الدول لحضور هذا الكلاسيكو اللي احنا متعودين عليه دائما بحضور كبير وحضور جماهيري فعال. الساعة الكاملة في الملعب المباراة هتكون كام ان شاء الله يا فندم؟ الملعب ساعته اكثر من 33 ألف تقريبا وكسور، راح يكون ان شاء الله مناصفة بين الفريقين كما تعودنا، ولكن ان شاء الله هذه المرة راح نلغي الفاصل اللي راح يكون بين الجمهور اللي دائما تعودنا عليه في السوبر. راح يكون ان شاء الله بالنظام الاوروبي ان المكان هذا راح يكون ايضا متاح للاسر والعائلات اللي حابين يحضرون بشكل منفصل عن الجماهير. ممتاز جدا، دي خطوه عظيمه جدا. طيب مش عايز ادخلك في حاجات مصريه قوي بتحصل دلوقتي، بس الاشاعات او مش الاشاعات حتى او الكلام اللي بيدور في الاعلام انه وارد انه ممكن الزمالك ينسحب من هذه المواجهه، وارد ان الاهلي يعتذر عن هذه المواجهه، هل الكلام ده يشغلكم؟ هل الكلام ده حضراتكم متابعينه ولا مش مشكله انتوا تستضيفوا اي فريق مصري متواجد في مباراه السوبر؟ والله شوف امانه احنا هذا الاشياء نحن اول مره نسمعها صراحه. يمكن دائما تطلع اشاعات او تطلع شويه، تعرف مباراه كبيره بين فريقين كبار ممكن يحبون دائما يحفزوا، لكن انا متاكد ان الفريقين باداراتهم برؤساء الانديه انهم حريصين كل الحرص على تواجدهم ان شاء الله في السوبر في الامارات مثل ما تعودنا. هم حابين يكونوا موجودين، حابين هذه البطوله اللي يشوفون جماهيرهم خارج مصر، فاكيد هم احرص من اي حد ثاني ان شاء الله يكونوا موجودين. لكن اللي انا اريد اقول لك اياه واكد عليه ان كل شيء ماشي حسب الاتفاق وحسب ما متفقين معاهم. ان شاء الله الفريقين راح يوصلون يوم الثلاثاء باذن الله تعالى صباحا الى ابو ظبي، ويكون اول تمرين يوم الثلاثاء ان شاء الله، وان شاء الله ما تكون في اي مشاكل ان شاء الله. اخر تواصل بين حضرتك ومسؤولي نادي الزمالك حصل امتى؟ ومسؤولي النادي الاهلي؟ أنا صراحة تربطني صداقات وأخوة بيني وبين إدارات الأندية، ولكن احنا تعاملنا المباشر مع شركة برزنتيشن بحكم التعاقد وبحكم الصفة الرسمية والقانونية التعامل مع شركة برزنتيشن والاتحاد المصري. طيب الاتفاق بينكم وبين الشركة هي مباراة بين الأهلي والزمالك ولا مباراة السوبر المصري بشكل عام؟ لا، السوبر المصري. احنا سبق وأن استضفنا النادي المصري والنادي الأهلي في العين، فبالتالي احنا العقد اللي او الاتفاق اللي بيننا وبين الاخوه في شركه برزنتيشن واتحاد المصري لاستضافه السوبر المصري ايا كان طرفه. ان شاء الله كالعاده الامارات دوله عظيمه، شقيق عربي كبير، نسعد دائما بوجود الاهلي والزمالك واي فريق مصري يتواجد في الامارات في مباراه كبيره. انا بشكل شخصي وبشكل مهني بشكرك يا فندم وبشكر دوله الامارات على حسن الاستضافه دائما. الاستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس ابو ظبي الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا.